السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بصحة. الصداع مشكلة كبيرة بل بتقرق الجسم كله. إيه أسباب الصداع؟ ممكن يكون الضغط العالي، ممكن يكون الطلبات الكتير، طبعًا مش من الزوجة، لأ، طلبات الحياة، ومش هنقول عشان دخلت العيد إنها بتطلب كتير، لأ. طيب حل الصداع إيه؟ إن أنا أوطي فترات طويلة جدًا وأنظر إلى الأرض، بل السجود بيضيع الصداع تمامًا. دمتم بصحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.